إذا حتى نقدر نحل مشاكل معقدة أكثر من البرسبترون لازم إني أدخل هيدن لايرز، يا بدخل 1 هيدن لاير يا بدخل مور ذان 1 هيدن لاير. حتى أدخل مور ذان 1 هيدن لاير راح نحط هون إحنا input layer، وال input layer راح يكون عندي inputs راح أسميهم x1 x2 نسمي هذه هون xi راح نسمي هذه xm. هلا هدول النيورونز اللي هون ما راح يعملوا بروسيسنج، ولذلك حطيتهم انا مربع، يعني كل اللي راح ياخذوه راح ياخذوا الانبوت من هون ويوزعوه على الهيدن لاير، هذا هو الانبوت لاير. هلا من الانبوت لاير راح ادخل هيدن لاير، والهيدن لاير راح نستخدم فيه النيورونز. فعندي هلا هذا راح اسميه W11، وهذا راح اعتبره رقم 1، وهذا راح اسميه رقم 2، وهذا عندي هون هذا هيدن لاير. وبعدين راح نعمل هون راح نسمي هذا مثلا J، وبعدين راح اسمي هذا راح يصير عندي هذا W11، هذا النيورون نفس الشيء او الكونكشن اللي هون الها ويت، والكونكشن هاي كمان الها ويت W12 زي ما عملنا بالحالات السابقه. وبعدين راح يكون عندي هون هذا W1J، الاوريجن هو الرقم الاول والديستنيشن هو الرقم الثاني، راح اعطيه هون رقم الرمز J. وبعدين عندي هون راح يكون W1M، نفس الشيء راح اخذ من الثاني W21 W22، بعدين راح ناخذ هون W2J، هاي W1M وهاي W2M. هلا هون في عندي بروسيسنج فانكشن ما راح استخدم ستيب، احنا مستخدمين استخدمنا ستيب، راح نستعمل فانكشن ثاني اسمها سيجمويد راح احكي عنها وليش استخدمناها. إذا هي عندي هاي أول مرحلة، بعدين نفس الشيء راح آخذ هون كونكشن من I1، هذا WI1 WI2 WIJ وآخر شيء WIM. وبعدين هون يعني عندي هون L inputs M hidden layers، وراح يكون في عندي L راح استخدم الرمز L، أي رمز بدك إياه استخدمه، فهذا النتورك صار عندي N M L، عدد الـ inputs L N، عدد الهيدن نيورونز M، وعدد الاوتبوتس L. وراح ناخذ الان نفس الشيء عندي هون في عندي اكتيفيشن فانكشن هلا راح احكي عنها، وهذا نسميه M، هذا نسميه 1، وهذا راح يصير اسمه Y1 Y2 YM، وكلهم بختصرهم بالفكتور Y L L L. هذا هون عندي L، وهلا عندي هون هذا W11. هلا هون هاي التيرمينولوجي السيئة ليش؟ استخدمت 1111، هو المفروض يكون مور يونيك، بده يكون في عندي طريقة معينة أميزها، أنا مش قادر أفكر هلا بتيرمينولوجي أحسن من هاي، بس أنتم فاهمين هذا. هذه ماتريكس وهاي ماتريكس مش هيك؟ وقلنا الكونسايز فورم تبع الماتريكس بمكنني إني أحط هدول الـ W كلهم في ماتريكس واحدة. الروز تبعها رح تكون N، والكولومز تبعتها رح تكون M. فهدول بقدر اختصر W هاي بعدد N وعدد M روز N، فهذا راح يكون عندي W11 لحد ما اوصل W1M وWN1 WNM. اوكي ماشي واضح، very concise form هاي الماتريكس، اختصرتها كلها فيه. وفي ماتريكس ثانية نفس الشيء راح تكون من هون، يعني سميها هاي مثلا داش دبل داش اذا ما قدرناش نفكر بشيء احسن من هيك، وهي راح تكون ام، وهذه هون ال، وهي راح تكون W11 W1 ال WM1 WM. اوكي ماشي، اختصرنا هذول هون وهيك بهذا الشكل. وبعدين عندي هون نفس الشيء راح يكون هلا، اذا بدك سمي هاي داش وهاي دبل داش 1 2 لحد ما اوصل في النهاية عندي هون W M L W. وطبعا في عندي هلا التريننج ماتريكس راح تكون P
وبي عدد الانبوتس قديش لازم يكونوا؟ ان لازم يكون عندي ان وراح احطهم في كولومز فراح يكون عندي هون بي 1 بي 2 لحد بي ان. واذا عندي عدد التريننج شو بدنا نسمي السكريبت تبعها سميه مثلا بي راح يكون عندي هون بي راح احط بس خط هون حتى ااكد انه الداتا موجوده فيه كولوم وراح اوصل في النهايه هون راح يكون عندي بي احنا قلنا عندي هون هذه عفوا هذه واحد وهاي راح تكون بي 1 بي ان هاي التريننج داتا وراح اعمل بارتيشننج للتريننج داتا اقسمها لايش؟ للتريننج فاليديشن جنراليزيشن او تيستينج وراح نقرر قديش النسب هدول بدك تقسمها في المشروع تبعك بدك تبدا تفكر بهاي الداتا كيف بدك تحطها بهذا الفورمات وكيف بدك تقسمها كيف بدك تستعملها بالسيستم وبعدين عندي هون تي قديش لازم يكون عندي عدد الاوتبوتس هون؟ ام فراح يكون عندي تي ال اسف بنضل نحط هون فراح يكون عندي هون عندي ال وهون لازم يكون عندي كمان بي بلاش نستخدم بي خلينا نستخدم كيو هون نستخدم كيو هون نستخدم كيو وكيو فهذا هون عدد السامبلز كيو وراح يكون عندي تي 1 تي ال بعدين راح نحط هون كيو ماشي اوكي هاي اذا التريننج داتا هلا مشكلتي الاساسيه لما كنا ندرب هناك لما كنا نتدرب هناك كان يطلع معي ايرور مظبوط مش طلع معنا ايرور اي والايرور كان هو واي ديزايرد ماينس واي اكشوال هيك احنا عرفنا الايرور اي بتساوي واي ديزايرد ماينس واي اكشوال وممكن يكون له سبسكريبت من هون هلا هون راح يطلع معي ايرورز هون ما في مشكله مظبوط لكن المشكله عندنا هون كيف بدي ارجع شو الايرور اللي هون؟ هل بقدر اعرف ايرور هون؟ فاهمين المشكلة؟ هلا هون فيش حاجة لايرور لأنه هو الاكس 1 هو نفسه دخل وهو نفسه رح يطلع ما فيش عندي شيء اسمه ايرور هون. الايرور هون واضح بس كل الهيدن لايرز ما في شيء اقدر اقول ايرور مظبوط؟ هل الداتا هاي بتعطيني شو الاوتبوت تبع الهيدن نيورون لازم يكون؟ أصلا الداتا هاي ما بتعرفش إنه في عندي هيدن لاير أصلا ولا بتعرف عدد الانبوتس وبصيرش اصلا تعتمد على عدد الانبوتس مش عدد عفوا عدد النيورونز الهيدن نيورونز مظبوط واضحه؟ اذا المشكله الاساسيه عندي الان في التدريب كيف اخذ الايرور اللي موجود هون؟ مش رح يطلع معي ايرور هون واي 1 هيو واي 1 رح يطلع معي ايرور هون من هاي اذا دخلت هذا الانبوت باترن مش رح يطلع معي اوتبوت المفروض هو الاوتبوت الديزايرد لكن هون ايش رح يطلع معي؟ رح يطلع معي الاوتبوت تبع النتورك مش بدي اقارن الواي اكشوال مع الواي ديزايرد واقرر انه في ايرور او لا، اذا احنا بنعرف نحسب الايرور هون مزبوط الان بدي طريقه تعلم ترجع لانه انا اذا عرفت الايرور هون او شيء ايكوفلنت للايرور بقدر اقرر شو اعدل هذا الويت مزبوط هذا الويت وهذا الويت وهذا الويت مزبوط يعني اذا انا عرفت اذا كانه احنا عم نقول اذا انت عرفت الخطا اللي عندك وقديش قيمته مش تقدر ترجع تعدل بتصحح الويتس اللي موجوده هون بس انا هون ما عندي ايرور اقدر ارجع اصحح الويتس اللي هون فاهمين المشكله تفهم المشكله قبل ما نعرف الحل فاهمين الكل فاهم المشكله من وين احنا عندنا لما كان عندي السنجل لاير بيرسبترون كانت مشكلتي سهله كنا نعمل هيك ونعمل هيك مظبوط عندي هون اكتيفيشن فانكشن متذكرين كانت ستيب هون مظبوط وكان في عندي ثريشولد اذا بدك تحطه ثيتا وطلعت معي 1 هون الايرور كان سهل اني احسبها مظبوط واي ديزايرد ماينس واي اكشوال مش كان عندك 1 و 0 من هذا شو كنا نعمل؟ شو كنا نرجع نقول من هذا اضرب في الفا الليرنينج ريت اضرب في الكونتريبيوشن يعني لاحظ هاي اذا كانت زيرو هل هي سببت الخطا؟ ما بقدر اتهم انبوت انه سبب الخطا اذا هو كان زيرو اذا كان كبير عند لحظه ما صار الخطا مين بتهمه؟ اذا هو اللي بدي اعدله وكمان عندي فالتعديل تبعي بده يكون يتناسب مع الايرور اللي هون مش هيك كان يعمل عندنا نعمل احنا هون التعديل وكان الفا اللي هي الليرنينج ريت اللي هي عامه للكل والانبوت اللي هون فاذا الانبوت من هون صغير او قريب على الزيرو مش ذنبه انه طلع ايرور مش هيك بدي اعاقب اللي كان انبوت هون هاي واضحه ديما هلا نيجي هون بقدر اعمل تقريبا نفس الفكره اللي عملتها هناك بوزع هذا الايرور بوزعه على مش هون عندي عدد كم انبوت داخل عندي هون ام مظبوط كل الام هذول انا مش راسمهم بس هيهم هذا رح يدخل عندي هون
وهذا رح يدخل. في عندي M inputs، كل واحد من هذول فيه له output، بقدر أحسب الoutput تبعه، بقدر أقرر إنه هذا مسؤوليته عن الخطأ أكبر من هذا لأنه الانبوت كان هذا أكبر من هذا. لكن أنا مشكلتي وهون عندي error، بقدر أصحح، بقدر أطلع الايرور اللي موجود هون. لكن لما نرجع هون بدي error هون، مظبوط؟ هل عندي error هون؟ ما عندي. إذن الطريقة هلا اللي بدنا نحاول نلاقي طريقة معينة آخذ الايرور من هون شو أعمل له؟ propagation يعني نشر. هل بقدر آخذ الايرور اللي موجود هون وأعمل له نشر بطريقة معينة، أرجع هذا الايرور هون بحيث إني ألاقي إشي بتناسب مع الايرور أو بمثل الايرور هون؟ إذا قدرت أعمل هيك معناها أنا نشرت الايرور اللي موجود هون، كلهم هدول مسؤولين عن الايرور، وهدول كلهم مسؤولين عن الايرور، مزبوط؟ إذا بدي أعدل بدي ألاقي إشي هون بتناسب الايرور اللي موجود هون، أحاول أعمل له propagation للـ earlier layers.